بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة أم دودي. لكنت أول مرة تشوفوا القناة، اشتركوا، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد مع لايك إن أمكن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في قناة أم دودي 2. وصفتنا للنهار اليوم هي خبزات الساندويتش على طريقتي، وما راح يكونوا خفاف إن شاء الله، ملاح لوليداتكم عفوا اللي راهم جايين على العطلة إن شاء الله. تقدري تديرهم لهم فيهم لي ساندويتش، تحطي الطون، تحطي الشي اللي عندك، وياكلهم بالصحة والهنا. نبداو في تقديم المقادير. عندنا نبداو نيمان قداه؟ تلت كيسان. تلت كيسان طحين. طحين شكرا. تلت كيسان طحين وتلت كيسان فرينة. فوالا عندنا كاس وربع ماء دافي. هنا عندي 7 ملاعق زيت، زيت عادي نباتي، ملعقتين حليب بودرة، عندي ملعقة كبيرة سكر، عندي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة كبيرة خميرة، وهذا نريمان علبة ياغورت زبادي ولا طبيعي. علبة زبادي طبيعي. ولا نبدأ على بركة الله الوصفة. نحط الماء أولا، كاس أو دافي، كاس وربع، ومن بعد نشوف حبيبتي الفارينة تاعي إلا كان تجيني العجينة مليحة ولا لازم نزيد. على بالك كل مره نفس المشكل تاع الفرينه اللي تنشف ملي ما تنشفش. هنا حطينا الماء، نحطو الخميره الفوريه، هذا ملح نزيد نغلط، السكر، حليب بودره. سمحوا لي نجيب مضرب ونرجع نهز 2 مغارف فرينه باه ندير الاختمار تاعي كالعادة، مضرب، ونخليها مدة 10 دقائق تتفاعل ونرجع لكم. نغطي هذه ونرجع لكم. ولا الآن بعد ما تفاعلت الخميرة تاعنا نزيدو علبة الياغورت، الملح والزيت، انا نبدا نزيد في الفرينه بالعقل ونشوف القوام ونشوف لك. انا حنزيد من بعد، حطيت كما قلت لكم 3 كيسان تاع 250 مليلتر. ولا حبيبتي بعد ما خلطتها بالخل، هذه الطريقة حبيبتي أو الوصفة تقدري ديريها بيدك. أنا عجنتها بالخلاط 5 دقائق وشوفي القوام تاعها. للأمانة حبيبتي زدت 3 مغارف فرينة، لأن المشكل تاع الفرينة على بالكم به دايما. لذلك نصح الأخوات المبتدئات الوصفة هذه، لكن خايفة من الفرينة تاعكم مش متأكدة بها منها مليح، ابداي بتخمير قليل من الماء الخميره تاعك، ومن بعد لما الخميره تاعك تتخمر ضيفي الفرينه كامل وزيدي الماء بالتدريج. هكذا تقدري تتحكمي، لكن تتحكمي في العجينه تاعك خير من كي تحطي الماء ومن بعد تضطري تزيدي الفرينه والقوام بعد يروح والذوق يروح تاعها. انا المهم بالامانه قلت لكم زدت 3 مغارف خاطر الفرينه تاعي هذه شريت كميه كبيره منها وما عجبتنيش، لازمني نبدلها. كانت عندي وحده القيس تاع الماء دائما قد لازمني نكمل هذه ومن بعد نعاود نرجع للقديمه تاعي احسن. انا هذا هو القوام اللي حليت حصلت عليه حبيباتي. دونك نخليوها تطلع تخمر ومن بعد نتلاقاو فيما بعد ان شاء الله. الان حبيبتي بعد ما خمرت العجينه تاعنا نحطوها، راني شوفي المول تاعي والبلاطو تاعي حطيت عليه ورق الزبده
نقسمها الى قسمين. بسم الله هنا، ونحاول نديرها حبوش كبير ونقصها الى قطع متساويه. انتي والرغبه تاعك، لكان حابه ديري لي بان ساندويتش تاعك، خبيزات تاعك كبار ولا صغار. انا راح نقصهم كامل ونعطيك الطريقه كيفاه نخدمهم بعد نحطهم في البلاطو. هنا حبيبتي انا كملتهم، درتهم على 10 حبات. انا حبيت يكون شويه كبير البان ساندويتش تاعي. فوالا. انت الا كان حابه ديريهم صغيرين ديريهم صغيرين. المهم نخليهم يرتاحوا شويه. انا نبدا باللي بديت بهم الاولين ونبدا نطرح فيهم. ونعت لك الاولى ومن بعد انت كملي ولا انا نكمل. هذا لازم تحليهم. حاولي روحك شويه بالفرينه. بعد نحلها بركم بعد ما قلت لك تاتهم تاعي شويه كبار، بس كان اديلت واحد كبير لازم وحده تكون كبيره. الاطفال تقدر يديرهم صغار، لازم تكون مستطيله هكذا. بعد من بعد نكركبوها هكذا، فوالا نقلبها هكذا. الان نجيبوها هكذا، وحاولي الجناب ديري هكذا يدك هكذا، ومن بعد نسويهم مليح. نجيب البندقة هذه نقفلوها مليح ونحاولوا نضغطوا على هذه الكوان هذو والجوانب باه تجينا كوميونتي باغيت، تجينا كيما الخبز تاع برا. حبيتي نقدر نديرو هكذا، نديرو لها قرن شويه. فوالا حبيبتي انا نحطها في البلاطو ونكمل البقيه ونرجع لك نرجع لكم فيما بعد. حبيباتي خلصت التشكيل تاع الخبيزات تاعي ولي بتيت باغيت تاعي هادو، راح نغطيهم ونخليهم يخمروا 4 ساعة 20 دقيقة ونرجع لكم ان شاء الله. بعد ما طلعوا لي الخبيزات تاعي حبيباتي، انا هنايا كان الحليب تاعي بارد بزاف مفروم الثلاجة، جبتو سخنتو شوية وندهن الخبيزات تاعي. الفرن راني سخنته على 220 درجة، اولا درته على 270 ومن بعد هبط سخن على 10 دقائق ومن بعد هبطته نخليه على 220، راحين يطيبوا من 15 الى 20 دقيقة. فوالا انا نكمل الدهين تاعهم كامل ونتلاقاو لما يطيبوا ان شاء الله. وصلنا الى نهاية وصفتنا لنهار اليوم اللي كانت هي خبز ساندويتش. ولا حبيباتي النتيجة اللي تحصلنا عليها، شوفوا شوفوا كيفاه طري ما شاء الله. حبيبتي نعطيك نصيحة، باه تحبي لكان الخبز تاعك ينجح لك دايما حطي فيه الحليب الغبرة ولا الياوغت ناتشور. لكن ما عندكش ياغورت ناتور حطي حليب الغبرة، اكيد راح تنجحي فيه ويجي طري هكذا ومقطن. شوفي نفتحو بسم الله وحدة، شوفوا حبيباتي مكاش اروع من هذا الخبز. شوفوا طاوة، شوفي هنا شوفوا
درت سمنه متوسطين ماشي صغار بزاف. الوصفه الجايه ان شاء الله ندير لكم دي ساندويتش بالخبز هذا توجدوهم لوليداتكم ان شاء الله. شوفي حبيبتي شوفي قطن. هذه هي وصفتنا تاع اليوم حبيباتي. قبل ما نختم الفيديو حابه نوجه كلمه للاخوات، عايشكم من فضلكم لما تديروا تعليق ارجوكم حبيباتي اكتبوا لي لكان اخت او اخ. ربي يخليكم، باسكو كي نرجع على بالكم ترجع لازم يكون موزون، لكن كي نحب كي نوجه الكلمه الاخ لازم نكتب تعليق بطريقه، ولما التعليق يكون له اخت يكون بطريقه اخرى. لذلك ارجوكم حبيباتي اذا كان ما عندكمش مانع لما تكتبوا تعليق تاعكم والبسودو حطوا لي ام او اخت وحطوا الاسم تاعكم باه يكون التعليق تاعي والرد تاعي يكون صحيح للشخص، ما نطيحش في اخ في اخ نقولوا اختي ولا اختي نقولها اخي. فوالا اظن انكم فهمتوني. نتمنى فيديو تاع نهار اليوم عجبكم. نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه وصفة اليوم، اذا اعجبتكم اعملوا لايك، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. الى وصفة جديدة ان شاء الله.